في حدث غير عادي يغيب الموالون وحلقات الدبكة عن ساحات دمشق رغم الغارات الإسرائيلية المتواصلة على مواقع ميليشيا أسد وإيران على مدار يومين. دهشة سرعان ما عرفت أسبابها على وسائل إعلام النظام، وتبين أن الضربة الأخيرة كانت مجرد رشقة صواريخ لا يحكى بها. أما عن الرشقة وتفاصيلها فقالت شبكات محلية إنها طائرات إسرائيلية استهدفت بغارات ليلية مطار التيفور العسكري شرق حمص، وتحديداً مبنى الإشارة، ما أدى لمسح المبنى ومقتل 5 ضباط إيرانيين وصلوا في وقت سابق مع شحنة أسلحة من مطار دمشق. هذا بخصوص الرشقة الأخيرة، لكن قبل 48 ساعة تشن طائرات إسرائيلية غارات جوية على نطاق أوسع وأشمل، دمرت قاعدة الهيجان العسكرية جنوب مطار دمشق، واستهدفت بغارات مماثلة كتيبتي جرفة ونامر ومقراً عسكرياً قرب إزرع شمال درعا. وسائل إعلام النظام قالت إن المضادات الجوية تصدت للغارات ودمرت معظم الصواريخ قبل وصولها لأهدافها، ثم عادت لتقول إن الغارات قتلت عنصرين وجرحت 7، وهو ما أثار تساؤلات عن آلية وكيفية القتل إن كانت الصواريخ دمرت بالمضادات الأرضية قبل وصولها لأهدافها. على ذكر المضادات، تظهر مقاطع مصورة لحظة انطلاق المضادات وسقوطها على مناطق مجاورة وأخرى سكنية في الكسوة، وفيما عبر موالون عن يأسهم من مسألة الرد ولو بصاروخ أو غارة. خرج لاحقاً إسماعيل قاني قائد ما يسمى بفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني لنفي مقتله بالغارات جنوب دمشق، وهو ما أثار سخرية على مواقع التواصل، لا سيما أن قاني لم يأتي أحد على سيرته من الأساس، فضلاً عما عزاه ناشطون رغبة قاني بإشهار نفسه على غرار المجرم قاسم سليمان. لكن في المقابل ورغم الغارات الإسرائيلية الأخيرة، أعاد ناشطون طرح ذات التساؤل عن حقيقة وجدية الغارات الإسرائيلية التي لا تتناسب حتى اللحظة مع واقع مغاير يقول بتمدد إيران وسيطرتها على سوريا ومناطق الجنوب، فضلاً عن عدد الغارات الإسرائيلية التي لو صحت أهدافها لتجاوز عدد قتلى ميليشيا أسد وإيران الآلاف وربما عشرات الآلاف.